بتقدروا تشتروا منتجات الحب أو تبيعوا منتجاتكم. للحجز والاستفسار 06-51-54-054 أو 07-99-299-207. شو في ما في؟ جولة افتراضية في معرض غزل العروق في البيت البيروتي للتعرف على تاريخ وثقافة فلسطين في دارة الفنون الساعة 10:30 الصبح. شو في ما في؟ الفيلم الفلسطيني واجب في برايم سينما البركة مول الساعة 8:30 و 10:30 المساء. شو في ما في؟ حفلة عيد الحب مع راغب علامة يوم الخميس 14/2 بفندق الشيراتون. للحجز والاستفسار 077-9-22-07-22 أو 07-39-0-77-20. الشريك الإعلامي راديو دهب ومزاج أف أم. شو في ما في؟ ابتداءً من 14/2 فيلم قصة حب للمخرج عثمان أبو لبن وبطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد في برايم سينما البركة مول وجراند سينما سيتي مول. شو في ما في؟ عمزاج أحلى إذاعة. شو في ما في؟ رجعنا لكم بعالطريق، وببداية الحلقة حكينا لكم عن الفيلم اللذيذ جدا قصة حب اللي رح ينزل بالسينمات يوم الخميس. ومعنا أيضا اليوم حتى نحكي أكثر عن الفيلم مخرج الفيلم عثمان أبو لبن وأيضا بطل الفيلم الممثل أحمد حاتم. هلو أحمد. أحمد وعثمان كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. إحنا كتير مبسوطين إنه الفيلم رح ينزل بالأردن وخصوصا مع الفالنتاين. طب كويس. عشان الحبيبة ياخدوا راحتهم بقى ويحلوا عنا. والله أنا عثمان معنا على التليفون، كان وحش. أيوة كان وحش، كنا مع بعض مبارح. لو في إشي حابين تحكوه على لبعض إحنا بنسكت، ما في مشكلة، بنستنى عادي. كنت عايز أكلمه في موضوع حقيقي. إذا في فلوس بالموضوع قول، ما في مشكلة. وليه بتسي على الجرح كده؟ ليه بتسي على الجرح؟ سبحان الله، هيك إجتني رؤية من رب العالمين. يا والله رؤية مجانك. لا شكله عن جد في موضوع. عايزين يعني نقول للناس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيلم يوم 14 فبراير في الفالنتاين. نوعدكم برحله من المشاعر مختلفه، هينبسطوا بيها وهيقضوا وقت لطيف، هيطلعوا بحاله مختلفه جدا جدا جدا. ده وعد مني انا كمخرج الفيلم، هتبقى حاجة من الحاجات اللي هم ما شوفوهاش بقى لهم فترة كبيرة يعني. أكيد مش هيك، مش الحب اللي هيك بقلب المعدة من كتر الحب. لا أنا بخاف منه هذا الحب. لو وكيلك ما تلاقيش بس تعرف شو المشكلة؟ لما الواحد بيحضر فيلم حب بروحوا الحبيبة متخانقين، لأنه بصير فيه توقعات إنه بدهم زي اللي بالفيلم، عرفت؟ لا فده مش هيتخانقوا معنا، مشكين في بعض أكتر. بجد. طيب أبلش مع أحمد. أحمد أنا متابعك من أول ما طلعت بالفيلم اللي كان كنت فيه صغير، هو كان الفيلم كله صغار أوقات فراغ. مزبوط صح. وكان غنى أغنية الفيلم مروان خوري تبعت بتلف في دواير، صح؟ مزبوط جدا. لذيذ 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 كان دورك بالفيلم، والفيلم كان كتير حلو والأغنية كانت كتير حلوة. أنا بدي أسألك عن شخصيتك بفيلم قصة حب. أنت عم تعمل دور شخصية واحد بفقد بصره، وبصير في فكرة اللعب على موضوع الالتزام والإثبات الحب، صح؟ لا هو واحد شاب لطيف يعني، بيبقى عايز يتجوز وعادي جدا، والحياة عادية جدا بالنسبة له، وفي حاجات عمره مفكر فيها وفجأة فقد بصره. فاحنا بنشوف قصة حبه دي بشكل مختلف، بنشوفه هو شخصيا وهو بيتعامل مع فقد البصر بشكل مختلف. ده اللي احنا وصلنا عثمان كان انا وهو متفقين عليه، وهو دي كانت وجهة نظره في الاول. ان احنا عايزين نطلع ان ده اعمى جديد، هو مش مولود كفيف. فازاي هو واخد الموضوع بطريقة ساركاستيك على نفسه يعني. مش عارف يتعامل مع نفسه. حلو يعني. حلو. انا طبعا احنا الفيلم لسه ما نزل فما حضرناه، بس قاعدين يعني بنتحذر على كيف انه فكرة الحادث اللي بيصير لما حدا بيفقد بصره. والله هو الفيلم نفسه فيه دعوة ان واحد يقدر حاجات كتير هو مش حاسس بيها، سواء شخصية او سواء اشخاص. وانا انسانيا الفيلم اثر فيا جدا، زي ما قال استاذ عثمان الموضوع
هيأثر في أي حد يدخله يعني. إن شاء الله مش هتشوفيه كده تخرجي منه زي ما دخلتيه. هلا أنا اللي من اللي حكيته حبيت الصراحة، حبيت إنه عم نطرح فكرة الشخص اللي فقد بصره بس بطريقة مختلفة، زي ما حكيت شوي ساخرة أو ساركاستيك أكتر يعني. ها حبيت لذيذ الوضع. بدي أسألك، في شبه بين شخصيتك الحقيقية وشخصية الفيلم؟ بنلاقي يعني بعض الحاجات اللي جوانا اللي بنعرف نغيرها ونصغرها ونشكلها على شخصيه جديده بنمثلها ساعات. ده وده موجود شويه في حاجات في روح يوسف وتقبله للموضوع. وحتى قصه حبه هي قصه مؤثره جدا ومختلفه جدا، لان هي جايه من حته جديده زي ما بقول لك، واحده ما شفتهاش. حاب انك عم بتحاول تحكي بس برضو ما بدك تحكي، ما خايف من عثمان؟ لا بيخوف عثمان كمخرج ولا لا؟ لا والله هو صاحبي جدا. ايوه الكلام ده. ايوه وانا كمان معانا يار اون سيم بيج، بقول ان احنا نعمل فيلم زي ما انت كنت لسه بتقولي، مش يخليكي تجزعي من كتر الحاجات الأوفر. بس يأثر فيكي ازاي، يأثر فيكي في الوقت ده ويخليكي ما تزهقيش. حلو، وان شاء الله نكون ناجحين في ده. طيب عثمان كيف حالك؟ الحمد لله. فين الفلوس يا عثمان؟ ما هو انا كمان عايز فلوس. مخرج اتفرجوا على كلنا عايزين فلوس. طيب عثمان، انا بدي اسالك، انت طبعا يعني بنعرف الفيديو كليبس تبعتك وبنعرف الافلام اللي انت عملتها، بس انا اللي بعرفه انه انت غبت شوي عن موضوع الافلام، صار لك فتره صح؟ صار لك يمكن من 2007 غايب، واتجهت اكتر لل 2011 اخر فيلم كان فيلم المركب. اوكي صح مظبوط، المركب من 2011. قبل كان عمليات خاصة وبعدين المركب ب 2011 صح؟ وبعديها رحت للتلفزيون عملت المواطن اكس، كان كتير حلو، تابعنا كلياتنا. تمام الحمد لله. وعملت برتيجو ومولانا العاشق وصديق العمر، عملت اعمال تلفزيونية كتير، بس كنت صار لك من 2011 غايب عن السينما، ليه؟ هاي والله يعني كل وقت وله أدان يعني. أنا الفيلم ده اللي احنا بنتكلم فيه قصة حب عندنا من 2014. احنا ماضيين مع احمد حاتم بطولة الفيلم تقريبا من اخر 2015 ل 2016. ايوه يبقى احسبكوا كتير من 2014 لحد دلوقتي. ايوه فاحنا متفقين معاه من زمان. احنا كنا مستنيين الوقت المناسب ان نعمل الفيلم ده. الافلام دايما بتبقى حدوته عايز المخرج يحكيها بشكل معين. انا قصه حب دي حدوته انا بحبها جدا 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 وعايز احكيها وعايز الناس تتفرج عليها بالشكل اللي انا شايفه. يعني ده كان مهم بالنسبه لي قوي. فكان لما ربنا اذن قدرنا ان احنا نعمل الفيلم ده الحمد لله، وان الناس تشوفه بالشكل اللي احنا كان نفسنا الناس تشوفه بيه يعني. يعني راضي انت عن البرودكت الاخير خلينا نقول؟ طبعا راضي عن البرودكت الاخير، ما كنتش طلع للناس لو مش راضي عنه، بس يعني نسبه الرضا ممكن تبقى اعلى وممكن تبقى اقل، هي دلوقتي النسبه المعقوله اللي مسموح لها نفسيا ان انا نام وضميري مرتاح. حلو. طب عثمان، انا اول شيء مبروك على الفيلم، وبدي اسالك سؤال سالني يا صديق منتج، كنا عم نحكي عن فكره انتاج التلفزيون وانتاج الافلام، سالني وانا ما عرفت اجاوب الصراحه، انت مخرج يمكن يكون عندك جواب احسن، ليش الافلام هالقد بتاخذ وقت مشان تنعمل؟ يعني انت بتقول اذا في شيء عم تشتغل عليه من 2014، على الاغلب كتابه كمان اخذ من قبل 2014 صح؟ لا هو ابتدى 2014 اوكي كفكرة. تمام احنا بنحكي بال 2019 احنا هلا، ليش هالقد تاخذ وقت؟ هقول لك حاجه، التلفزيون انت بتبقي الناس قاعده وبتروح لهم البرودكت لغايه عندهم ديليفري. سينما انت بتلبسي وبتنزلي بتقطعي تذكره بتاخد قرار، رايت الكرسي تاخدي قرار انك رايحه تتفرجي على الحدوته دي. فالسينما بتحاول ان الضيف اللي جاي لها ده يبقى ضيف عزيز عليها قوي، بتقدم له احسن حاجه ممكنه. فبتحاول ان احنا نطلع احسن حاجه نقدر نطلعها بالامكانيات اللي موجوده بالحدوته اللي احنا عاوزينها. ده طريقتي او ده شغلي انا. تمام ماليش دعوه بغيري، يعني بتكلم عن نفسي. بس برضه في التلفزيون كمان يعني حتى لو انت ضيف على الناس بالبيوت برضه كمان بدك تطلع لهم احسن شيء وتورجيهم احسن شيء. ساعات بيبقى في شغل كوميرشال اكتر. ما هو هذا اللي افرش اضاءه وصور. بالظبط. يعني انا كمان ما بعرفش اعمل كده في التلفزيون يعني، حتى المواطن اكس او فرانفرتيجو او صديق العمر
عمر انا ما عملتوش بالطريقه دي. صح، مبين مبين صراحه الشغل. ارهقت كمان، يعني الموضوع مرهق جدا. السينما كمان شاشه كبيره قوي، تفاصيلها كتير والابعاد فيها مختلفه. انا بحب السينما عن نفسي، يعني بعشق السينما وبعشق تاثير الناس. امبارح كان العرض الخاص بتاع الفيلم. والله وعايز اقول لك ان يعني كان ايدينا على قلبنا، هل البرودكت اللي احنا عاملينه ده هيدي الايفكت اللي احنا عاوزينه ولا طبعا لا؟ طبعا الحمد لله عدى الافاق اللي احنا كنا متخيلينها بكتير. والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب مبروك مبروك مبروك، هيك حمسنا اكتر على حضوره يوم الخميس. استاذ عثمان، بما انه احمد عم بسمعنا، خلينا هيك يعني نستغل الفرصه. انت لما قرات النص دغري فكرت باحمد بصراحه؟ لا لا، هقول لك احمد ما فكرتش فيه، لان احمد كان موجود معنا من الاول، هو سمع الحدوته وهي بتتبني. اوكي، وكان هو مقتنع ان الحدوته حلوه، بس هو دلوقتي ما ينفعش يعمل الحدوته دي. ليه؟ تمام، عشان كان سنه اصغر شويه، وعشان هو كان محتاجه نوع من التمثيل. احمد كان عايز يديفلوب اكتر ان هو فلما اتاخرنا في الحدوته، وكان في افكار في ممثلين تانيين، بس قعدت مع احمد كده قلت له احمد انا عايزك انت تعمل الفيلم. تمام. ليه فكرت في احمد استاذ عثمان؟ غير انه صاحبي وممثل شاطر يعني، وبيصبر عليك في الفلوس قوي. ايوه ده جزء مهم طبعا طبعا. ايوه الفضيحه دي. انا عايز اقول لك حاجه. ايوه، احمد موهوب جدا جدا، وبيعرف يتلون، يعرف يعمل اشكال كتير قوي. صح، والدور ده كان عايز ديديكيشن، عايز الواحد يبقى مركز فيه قوي. صح، انه يطلع ما بيشوفش لكن في نفس الوقت مش مغمض عينه ورافع راسه لفوق. ايوه، يبقى اللي هو الكليشيه بتاع الكليشيه طبعا اعمى. صح، انه يطلع بيحب، انه يطلع بيحب واحده من غير ما يشوفها، وفي نفس الوقت قصه حب كلها مبنيه من غير ما اتنين عينيهم تيجي في عين بعض. ده كان عايز مجهود جامد قوي، وعايز حد بيحبه ومصدق وحابب يعمل ده. حلو. طيب، يعني أنا الصراحة كتير مبسوطة يعني بلقائنا اليوم، لأنه جد أعطيتوني كتير طاقة إيجابية عن الفيلم، وجد حاس أنه رح يكون فيلم كتير حلو، حمستونا كتير نحضره يوم الخميس إن شاء الله. إن شاء الله. والأغنية كتير حلوة كمان. أنا مبسوطة حاجة أنه هيتعادت في نفس الوقت في الأردن وفي الإمارات. والله عربية في نفس الوقت في مصر. طيب رهيب. أنتوا متى جايين على عمان؟ والله لو حد عزمنا لسه، لو حد عزمنا هنيجي. تعالوا انا هعزمكم ولو. وخلاص عثمان يحاسب عننا كلنا. انا بعزم وعثمان يحاسب. اوكي، من عيني من عيني، ما يخلص عليك. لا جد بدنا نشوفكم عنا بالاردن، لانه انتم فنانين لذيذين، يعني اعمالكم تحكي عنكم، ويعني اكيد الجمهور الاردني مشتاق يشوفكم. وعن جد شجعتونا اليوم نحضر الفيلم، شكرا جزيلا لوجودكم معنا. شكرا ليك. شكرا شكرا.